البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركته علينا آمين. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأنه ليس لنا رئيس كهنة لا يستطيع أن يتألم مع ضعفاتنا، بل هو مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلندخل إذن بإقرار إلى كرسي النعمة لكي نأخذ رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس عند الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادرا أن يتألم بمقدار مع الجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف، ولهذا يلتزم أنه كما يقدم عن خطايا الشعب هكذا يقدم عن خطايا نفسه، ولا يأخذ أحد الكرامة بنفسه، ولكن الله يدعوه كما هارون أيضا. كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه وحده ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له أن تبني أنا اليوم ولدتك، كما يقول أيضا في موضع آخر أنت الكاهن إلى الأبد على تقسي ملكي صادق، الذي في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل التقوى مع كونه ابنا، تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صاغ لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة إلى الأبد على تقسي ملكي صادق. هذا الذي من أجله الكلام كثير عندنا وعسير التفسير، إذ قد صرتم ضعفاء في مسامعكم، لأنكم إذ كان ينبغي لكم أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي، لأن كل من يرضع اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر، لأنه طفل، وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا آبائي وإخوتي آمين.